اليوم الإضراب هو إجا نتيجة ومن عدة مطالب قدمناها لوزارة النقل والمواصلات والحكومة، للأسف ما استجابوا لأي مطلب من هذه المطالب. وإحنا هدفنا كان الهدف الرئيسي مش إنه الإضراب، إحنا كنا متطلعين للإضراب في آخر مرحلة من المراحل، بس للأسف ما جاوبوا على أي مطلب اللي إحنا قدمناها للحكومة ولا استجابونا ولا أي شيء. لذلك إحنا اضطرينا إن اليوم دعينا لإضراب شامل على مستوى الوطن كلياته، والإضراب هذا يشمل جميع قطاعات النقل اللي هو سيرفيس داخلي وخارجي، شاحنات وباصات ومكاتب تاكسيات. لازم يكون في التزام من قبل جميع السائقين على جميع الخطوط سواء داخلي أو خارجي، إذا هم ما التزموا في الإضراب ولا عمرهم رايحين ياخذوا أي مطلب من حقوقهم.